مساء الخير، كل الترحيب بالحضور الكريم وبضيفنا العزيز سعود السنعوسي. أجمل ما في سعود أنه جامع الأحبة، الله يحفظك، والشباب بشكل خاص، الله يحفظك. ربما من حضر حظه أنه مواليد 1983 81 يعني 37 سنة، يعني هذا أجمل شيء فيه. ولهذا إحنا يعني نمسي سنوات من بعده حتى نحاول أنه نلتقط هذه المفاجآت التي نعيشها مع سعود السنعوسي. ربما الصعوبة الأكبر أن تدخل إلى هذا الوسط من القمة، أن تفوز وعمرك 32 سنة في أهم جائزة عالمية بنسختها العربية البوكر، والأجمل من ذلك أن يكون شخص مثل سعود السنعوسي سلس رقيق شفاف من الخارج، ولكن من خلال كتابته رواياته فيه وجع وفيه قلق وفيه انتفاضة داخلية تشعر فيها من خلال هذه الشخصيات. نحب أن نسمع سعود السنعوسي في هذه البادرة الطيبة من مؤسسة شومان، وهي دائما مبادرة، وأحبيت أني لا أبدأ بالشكر التقليدي ونشكر ومعالي ودولات، ولكن أن تكون هناك أريحية في الحديث وفي الحوار. صديق سعود، يعني بين الأغذية وبين المال دراستك، وبين الكتابة وبين الحرف، وفي كثير من التفاصيل في رواياتك، يعني هناك عداء داخلي للمال. في إحدى رواياتك لم تكن ترى والدك بأنه كان في معظم أوقاته مسافر، حتى في أزمة التسعين كان هناك يبحث عن المشاريع، عن التفاصيل. في سجين المرايا وبطلك يحفر ليقبر والده الذي استشهد، هناك خالك الرأسمالي يضع عينه على الساعة ويقول بسرعة. هذا الإحساس الذي نريد أن ندخل منه إلى عالمك الخاص، نعم، من الطفولة، نعم، وبعدين للشباب وللكهولة، يعني الشيب بدأ يصدر الآن. خليك عند الشباب. طبعا أنت هربت أو زمت مثل ما يقول من الشكر، أنا ما أقدر أهرب مثلك. أكيد أنا أشكر كل الأحبة اللي موجودين اليوم اللي خوفوني صراحة، يعني أنا الحين ماني قادر ألتفت التفاتة كاملة اليمين والشمال. أنا بلتفت عنك يا صديقي. لا، أنا سعيد بأن أكون ضيف في مؤسسة عريقة مثل مؤسسة شومان. لا أريد أن أظهر بصورة المجامل، لكن اليوم الشباب الشومانيون والشومانيات يعني لففوني في المؤسسة، في مكتبة الطفل، مكتبة شيء بأمانة مفخرة. الحضور يعني مش قضية مبنى، إنه ممكن كلنا نجهز مبنى، بس من يستطيع أن يستقطب حضور؟ واليوم ما شاء الله الحضور، أنا لا أعني حضور الندوة، حضور أيضا اللي كانوا في المكتبة، مكتبة الطفل والمكتبة الأخرى الإنجليزية والعربية. سعيد بحضور أساتذتي اليوم في الصف الأول اللي موجودين، وإن شاء الله نقضي وقتا ممتعا. نرجع حق شنو طفولتك. طفولتي عادية جدا، يعني أنا ليست بلسان أمي حصة يعني، ولكن بلسانك أسهل. بلسان أمي حصة كثير أسهل. لا يعني صورة الكاتب بأنه لا بد أن يتحدث عن طفولته، أنه كان عاش تلك المعاناة وعاش تلك التجربة المريرة القاسية، يعني كان ودي بصراحة أنه تكون عندي تجربة ممكن أواجه فيها القارئ عن هذه المعاناة. لكن كانت طفولة شاب، طفولة ولد كويتي يعني مثل أبناء جيلي، ما كانت عندنا هذه المعاناة يعني اللي ممكن تخلق منك يعني شخصية متمردة أو شخصية لديها شيء لتقوله. طفولتي كنت مرتاح في بيت العائلة، بيت الجدة اللي نسميه البيت الكبير، يعني
عموده الجدة ومجموعة كبيرة من الأعمام والعمات، 16 عم وعمة قولوا ما شاء الله. ففي هذا البيت أنا أتصور أني صقلت شخصيتي. يعني أنت عندك كم شخصية في البيت غير شخصية الجدة؟ من كل شخصية تأخذ منها شيء، قصص. عندي ذاكرة جمعية خطيرة. أنا أتصور يعني وأجزم أنا ما عشت في الكويت في الخمسينات أو الأربعينات أو وأنت رايح، لكن أنا أتذكر الخمسينات جيدا وأتذكر الستينات والسبعينات لأنه في ذاكرة في البيت تتحدث. يعني الآن لا أدري ما هي ذاكرتي الشخصية وذاكرة أعمامي ووالدي. يعني في صورة ذهنية لما كنت أسمع وكثير استثمرته في الكتابة وكثير نفعني اليوم. يعني حينما أبدأ في أي مشروع في ذاكرة رديفة أرجع لها، سواء باللقاء المباشر مرة أخرى مع أفراد البيت أو بالاستحضار. نعم. يعني ندخل من المدخل اللي أنت ورطت نفسك فيه. الحديث حول البيت، روايتك الأخيرة البيت حاضر فيها حمام الداء، نعم، بالعنوان. وروايتك في إيران أم حصة البيت حاضر فيها، البيت الكبير والأم والأفراد والشخص جامعة. البيت في سجين المرايا كان منفر لك لفراغه من الأب والأم. صحيح. حتى أنك لم تستطع أن تمسك المفتاح لتفتح غرفة والدك ووالدتك في بطل الرواية تحدث وليس عنك يعني فقط، ولكن في سياق البيت. صحيح. البيت في ساق البامبو كان منفر في أنه كان صاحب البيت وابن هذا البيت يجلسوه في المرفق في البيت وليس في الأساس البيت. وحين انتهت روايتك لن تنتهي فيها إلى البيت ولكن إلى مكان آخر. الهاجس البيت الذي لديك الآن البيت الكبير، ولكنك أيضا تتحدث عن بيت الكويتيين في سياق ما، تتحدث عن الوطن العربي كيف كان أثر الغزو والاحتلال اللي صار التسعين. في تلك الفترة كان عمرك 9 سنوات. الحديث صحيح. هذه الذاكرة التي تتحدث فيها انساق لهذا البيت تفاصيل أخرى ممكن تتحدث عنها؟ طبعا أنت الحين نبهتني، يعني أنا لأول مرة أشوف البيت حاضر بأعمالي من خلالك. أنا شغلي بالبيت. لا فأكيد هناك تأثير، يعني مثل ما قلت لك اللي نشأ في البيت ونشأت يعني لغاية عمري 27 سنة وأنا في هذا البيت، يعني بحضور الجدة. البيت هو اللي يعني لي كل شيء. يعني خليني أقول لك، لما نتكلم عن الاحتلال في ذلك الوقت أنا كطفل ما يعنيني شيء من الاحتلال، ما أفهم مفردة احتلال، خلنا أكون واقعي يعني، ولا أفهم الخطر اللي يعنيه الاحتلال، لكن أشوف هذه الجدة الخائفة، هذا الأب المرعوب الذي يريد أن يحمل مثلا نساء العائلة ويخرج فيهم إلى المملكة العربية السعودية. ففي أنت حتى بعدم الفهم أو عدم الإدراك خلنا نقول في شعور واصل 100%. اليوم أنا أقدر أستحضرها مرة ثانية في إيران أمي حصة. أنا ما يحتاج أقعد مع شخص يكون يملك في التسعين ذلك الوعي ليتحدث عن غزو واحتلال وترسيم حدود وما إلى ذلك. أنا لا أقدم لك وثيقة تاريخية، أنا أقدم لك مشاعر طفل، ما الذي كان يشعر فيه الطفل بالاستدعاء، يعني استدعاء الحالة الشخصية اللي أنا عشتها في السياق ذاته. سعود، الطفل هذا الطفل ذاته الذي كان لديه تساؤلات أنه إما أن تدرسون بلاد العرب أوطاني أو تتوقفوا عن نشط اسم بعض من الخريطة التي تدرسون إياها. هذا الإرباك القلق طبعاً الحاصل لدى الطفل هذا هو ذاته القلق اللي كان بين الأخوة الجيران في طائفتين. ربما في هذا السياق حتى لا ندخل في تنظير لساق البامبو أو ثئران المحصة، احنا نتحدث هنا عن الهويه، العلاقه مع الذات في ثيران ام حصه، وفي ساق البامبو العلاقه مع الاخر، يعني العامل الطرد وعامل الجذب. نعم نعم. الاخر المحلي، يعني في ساق البامبو ذهبت الى الاخر البعيد، يعني نصف نصف عربي نصف غير عربي. في ثيران حصه مع الذات انت تتحدث عن الشرق، تتحدث انا وجاري. نعم. لانه وصلنا الى مرحله ان جاري اصبح اخر، انا اتحدث عن طوائف الان. أنا يعني المسألة حتى ما يعني لا مش خاصة في الكويت، ممكن أقول طائفة شيعية سنية في الكويت، في الخليج، في العراق،
المصري مو أنا أتصور المصري يستطيع أن يقرأ الرواية بين المسلم والقبطي، علاقة الجار القبطي إذا كانوا الناس متطرفين يعني أو أصوليين بشكل أو بآخر، نقول ممكن حتى في شمال أفريقيا ممكن يقرأها بعيدا عن سياق الشيعي والسني، يقرأها على العربي والأمازيغي مثلا. ما هي سلوك، كيف أنت تتعامل مع الآخر القريب اللي بينك وبينه جدار. اللي حصل يعني هذه من المآزق الكبيرة اللي مرينا فيها جيلنا المسكين، الجيل الصغير هذا اللي مر في صدمات. يعني احنا في الكويت في الخليج بشكل عام، لكن الكويت بشكل خاص النفس العروبي مرتفع جدا. يعني التزامك بقضاياك، انا اتكلم على 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 مرحله الطفوله، يعني خليك من دوله وخليك من مشاريع دوله، انا اتكلم في المدرسه. انت ما تدخل فصل الا بعد ما تردد 3 مرات تحيه الامه العربيه، انا اتكلم لغايه 90 انت تشربت هذا الامر. كان مصروف الجيب اذا كان نصف دينار كان من العار ان تروح تصرفه في احنا نسميه المقصف عندنا، اذا صرفت نص لا في ربع يروح الى المنظمه الفلانيه عن طيب خاطر ومحبه، وتشعر بانك انت يعني هذا واجبك، اقل واجب تقوم فيه. طب هذا الجيل بعد 90 تعرض الى بوم هزه كبيره ندفع ثمنها الى اليوم، الشق مع الشق مع الشق العراقي. طبعا الحين اكيد تجاوزنا يعني نسبه كبيره، تبقى في امور في النفوس، لكن اليوم احنا افضل من اي وقت. وانا اتحدث انا كشاب كويتي زار فلسطين زار العراق، واعرف اعرف وين مكاني انا اليوم عند هؤلاء الناس، واين اين مكانهم هم لدي. فاقول لك احنا جيل فعلا يعني انا يعني اذا ابوي يتكلم عن نكسه ونكبه، واحنا عندنا ايضا نكساتنا ونكباتنا اليوم، حتى اعمالنا فيما يسمى في الربيع العربي وما الى ذلك. هذه امور اثرها على الطفل كثير اكثر ما اتكلم عن والدي لما مر فيها بعمره 35 38 سنه وهو واعي، هو لديه اسئله ولديه اجوبه على هذه الاسئله، ويفتح التلفاز ويفهم ما يدور. لكن لك سعود استطعت ان تتحدث في فئران ام حصه، نعم، بما لا يستطع الكثير ان يتحدث فيه. انت دخلت مثلا في بيت الزلمات مثلا، تحدثت عن الواقع كيف كان الشرخ الداخلي عندما تعامل الفلسطينيين، انه كان كلهم في يتحدث فيهم في زاويه واحده، لكن تحدث الجانب الانساني. انت تحدث حتى عن المطعم مثلا، ان تفضل ان تاكل من المطعم المصري بدل من المطعم الهندي. صحيح. انت تتحدث حول النفس هاي والروح هذه، ولكن ليست بتنظير وايديولوجيا، تتحدث من سياق المجتمع. طبعاً. المجتمع نفسه. طبعاً. انا اتحدث بالذات هذه التجربه، انا لم اتعب فيها، فأنا ما حصة تعبت فيها نفسيا، كوني أني أنا 3 سنوات قاعد أكتب عن حرب طائفية في الكويت بين الشيعي والسني، واليوم في تفجير، واليوم في ما أعرف شيء إيش. التعب كان نفسي فقط، وكان طبعا مضاعف لأنه بعد ما صدرت الرواية بشهرين أصبح عندنا تفجير مسجد الصادق. نعم. مسجد الشيعة يعني، فكان الأثر مضاعف بالنسبة لي. يعني ما كنت أنا أخاف منه مجرد كتابة، اليوم أشوفها أنا واقع أمامي. طبعا في أنا محس العالم اللي تتكلم عنه اللي أنا أفقده اليوم لما أتكلم عن منطقة السرة أو حي السرة، في ناس يسمونه إحنا نسميها منطقة السرة، هذا الخليط كان في نوع وجهة نظر، ولا يعني إحنا متفقين أنا لا أريد أن أنظر بس فهمي للأمور، كنا أكثر انفتاحا. ما كان يعني ما كان في هذا الانغلاق اللي اليوم احنا موجود عندنا. وانا اتصور تاريخ الكويت بشكل عام يعني كونه مجتمع اسس على الهجرات وعلى الاسفار وعلى، ففي نوع من الغنى الثقافي والانفتاح على الاخر. بعد 90 اصبحت طبعا الردة بانه خلاص ما في ثقه باي شيء بمنهم العربي طبعا، واتصور مبرر الى فتره بعد التحرير، لا نتمنى ان تطول وان شاء الله ما طالت. لكن هذا اللي احنا فقدناه اليوم لما اتكلم انا وجاري والمجمع الصغير اللي مقابل بيتي يعني يبعد 50 متر، اطياف. انت عندك الخباز الايراني، عندك نعم. راعي الشاورما المصري، عندك راعي السمبوسه فسيفساء كامل، عندك ابو نائل وابو نعم. طه الفلسطينيين واولادهم ال11 زلمات هذول وكنا نسميهم بيت الزلمات زلمات كما كان في الروايه. فهذا الخليط اللي المؤثر يعني، وانت رايح تشتري من مطعم الهندي يطلع عليك المصري كده، برضو تشتري من الواد الهندي الطوط شتيمه وتسيب بالعربي، وكان في حس بالمسؤوليه. احنا 4 5 واحد يشوف الثاني، طب
طب انا مشتهي شباتي وسمبوسه يعني. مش العربي يعني. خلصنا. الحس كان بريء. وهذا اليوم نفقدها يعني لدرجه انه انا ماني كبير، انا ماني جيل قديم، بس افجع اليوم لما يجيني واحد مواليد 2000 يعني 18 سنه عمره ويقول لي شكرا انك يعني قلت لنا شيء انا ما اعرفه. قلت هذه انا اقولها لجدي لما يكلمني عن زمن، انا اتكلم عن احنا اولاد اليوم يعني. بس لانه هذا يدلك انه فعلا هذا الامر ما عاد موجود. يعني نتمنى انه ترجع هذه الامور. يعني هو يعني واضح انه جمهورك الشباب يعني كثير منتصر لك وقرائك من ليس من فراغ، يعني هم يبحث عن مثل هذه الاشياء، هذه الاسئله التي يريدون إجابة عليها، أنت لا تجيب عليها ولكن ربما تحاول أن تخلخل السائد نوعا ما. لابد من توريطك في التنظير يعني قليلا وندخلك في السياسة بعض شيئا ما. في سؤال أنه حول الحرية، بحثك عن الحرية يعني صياغك العام هادئ، تبحث عن الحرية على طول هذا في مجتمع، ونحن لا نتحدث فقط عن الكويت، نتحدث عن مجتمع كامل، في هناك ردة كاملة في كامل الأشياء، هناك في هناك تزمت وانغلاق كامل. ما تبحث عنه من حرية الواقع واستطعت أن تضع له إطار نظري في كتاباتك، لأن كل كتاباتك من الكتاب الأولى وحتى الكتاب الأخيرة هي تضرب على وتر الحرية من خلال الأشخاص، من خلال الأحداث، من خلال إثارة بعض الموضوعات التي يتحدثون فيها في الخفاء بينهم بعضهم. هل استطعت أن تحقق هذه النقلة في أن توفق بين الحرية على الواقع وبين الحرية النظرية التي تتحدث فيها في رواياتك؟ إلى حدود يعني، حتى الحرية في حدود يعني. أتمنى أن يكون هامش حرية أكبر. إحنا دائما نتكلم في الحرية، نحن عندنا برلمان منذ 62 ونحن عندنا نعم، بس مسألة المقارنة يعني أنه أنا عندي حرية مقارنة مع دول الجوار، هذه ما هي، ما أشوفها شيء منطقي يعني. أما تكون حرية أما لا يعني، ما تحط مثلا، ما توديني في منطقة فلانية ويكون الجار مثلا قاسي جدا مع أبنائه وأبوهم يحرقهم في الكبريت وأنا أبوي يطقني في الخيزران، وأقول لا أنا أبوي بس يطقني في الخيزران مو مثل جاري. فالمسألة مو يعني أما أني لا أضرب أو أضرب. فنعم لدينا هامش معقول من الحريات رجع طبعا. أنا يوم أتكلم عن الحريات إحنا بال 2018، وين عن حريات اللي كانت الكويت في الستينات؟ يعني أنا لا أريد، إذا الشباب متابعيني لا أريد أن أتحدث. أنا واحد صغير في السن، أول لما أفتح الجريدة، أفتح جريدة القبس في الكويت، عندي ناجي العلي ما يخلي أحد، يخلي البرلمان الكويتي، سوق الأوراق المالية الكويتية، منظمة الفلسطينية، يسلخ الجميع وهو قاعد مكانه في مكتبة، واللي بيزوره يروح يزوره في مكتبة في القبس. هذه الكويت اللي أعرفها. أقلب الصفحة الثانية بعد ناجي العلي يطلع لي أحمد مطر، يمسك أي سلطة مستبدة ينام فيها نوم، أنا ما نقول إحنا في الكويت يعني، يغسلها غسل. هذا اللي أنا أعرفه طبعا كمتلقي قبل لا أمسك القلم. المسرح يعني هي أكيد هي مش حالة كويتية، هي العالم العربي كله في ردة. بس أنا أقول لك المسرح مثلا لما 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 عندنا مسرحيات في السبعينات، وأنا ما كنت مو مواليد السبعينات أوكي، بس في الثمانينات حضرتها لألفريد فرج ولمحفوظ عبد الرحمن، يمنع تنفيذها في مصر أم الدنيا. نعم. اللي تعلمنا منها يمنع تنفيذها هناك وتمثل في الكويت، ومسرحية ضد السلطة وتختم المسرحية، المعذرة هي مسرحية ومعروفة يعني، تختم المسرحية بأنه النجار رجل الشارع البسيط، آسف على الكلمة، يتبول على 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 الفاسدين في السلطة، وانت قاعد في المسرح والناس تصفق. وهذا ما أعرفه أنا عن الحرية، وأنك تستطيع أن تقول. فابن ذلك الجيل لما مسك القلم وهو عنده أمال بأنه فلان قال وفلان وقال وفلان قال، تعال خليني أنا أقول لا حبيبي، هذاك زمن وهذا زمن يعني. اليوم حرب كبيرة، مش مع سلطة بس، مع سلطة ومع تيار إسلامي سياسي، مع انغلاق المجتمع، مع انغلاق المجتمع. اليوم المجتمع نفسه صار رقيب يعني. أنا ما أنتظر الرقيب يمنعني، أنا القارئ العادي هو رقيب. تعال كيف تقول هذا الكلام؟ اليوم الناشر لما يجي معرض الكتاب عندنا
كلمونا أصحابنا كلهم، ما ندري مين الرقيب، مين وزارة الإعلام ومين نعم. حتى القارئ العادي شو الغلاف الرسمة هذه فيها صورة مرة لابسة، هذا ممنوع ولا مسموح؟ تقول يا أخوي أنت من وزارة الإعلام ولا من أبو طوق عندنا معانا شيء في الموضوع، فما تدري مين الرقيب. أنت في حرب يعني كبيرة مع المجتمع نفسه، المجتمع يرفضك. اليوم أنت ممكن تكتب كلمة تنتزع من سياقها وينزلها شخص في تويتر، صورها وهاشتاج، أنت تمحى، أنت ترجع مجتمع كامل على مدار 24 ساعة هاشتاج يعدمك، ممكن فعلا ممكن تموت نفسيا. أنت تفتح وتشوف شتيمة شتيمة فيك وفي أهلك ومعتقداتك ويكفرونك و و و فحربك يعني متسعة الأبواب. والحديث فعلا ليس على حول دكتاتورية السلطة، الآن أصبح حديث أكثر حول دكتاتورية المجتمع ربما، وأحيانا دكتاتورية المثقفين يعني أو النخب في سياق كامل. يعني هناك سؤال أو سؤال ونصف قبل أن ننتقل للجمهور، لنقلة أخرى إنه حول الكتابة، يعني في أعمالك الروائية على الأقل والكل مطلع عليها، يعني هناك دافع لكل عمل روائي. لو تحدثنا عن سجين المرايا مثلا، الدافع لها فئران ومحصة، دافع يعني هناك في الكتاب موجود، لكن دافع للبدء في الكتابة والاختيار الموضوع. طبعا في ناس تسألك ما هو دافعك للكتابة، هذا أمر أنا لا أستطيع أنت أستطيع أن أجيبك دافعي لكتابة هذه الرواية. لا هو في سياق محدد نحن نتحدده في الروايات في الأعمال في أربع روايات كلهم أربع روايات يعني. في سجين المرايا لم يكن ذلك المشروع، رغم أن أعتز فيه لأن تعلمت منه كثير يعني على كثر ما سلخت يعني فتعلم، كان دافع الكتابة أني أريد أن أكتب لأني كنت لكن أقرأ. في سجين المرايا معظم الشخصيات استثمرتها في رواياتك الأخرى بالشكل، حتى شخصية الأب اللي في هذا كان هناك هو الذي يوزع في أرغبة الخبز الملاشير مثلا صحيح فطبعا في شخصيات تطلع في أكثر من عمل. في سجين المرايا كان هادسي دافع الكتابة، الكتابة أريد أن أكتب ولا أتصور أنه هذا كافي تفريح الحال، يعني أكتب لا تنشر، أنا هذا أتصوره. في ساق البامبو كان في نوع من الوجع، أنا قبل أكتب يعني قبل أخوض غمار كتابة الرواية كنت أكتب المقال، كانت جدا تشغلني مسألة نحن والآخر، كيف ينظر إلينا الآخر وكيف نحن ننظر إلى الآخر، تزعجني وكنت أكتب فيها مقالات، والمقالة تبقى مقالة باردة تقرأها وبعدين تفرشها على الطاولة وتأكل وخلاص والناس تنسى. جتني فكرة أنك تكتب رواية عن شخصية من قبل أن تولد، تولد في العمل، وانت تقراها اليوم وتقراها بكره وتقراها بعد بكره وتشوفه كيف يكبر وينمو امامك وتشوف علاقاته وتتعاطف معه، هنا لمست التاثير. ولا 100 مقاله ممكن تاثر مثل 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 الروايه. ففي ساق البامبو اعطتني مجال لانتقد لانتقدني، تخيل انا وصلت لمرحله انتقدني، فهو زي كان ينتقد الكويتي وأنا كويتي، وكنت كأنها سيرة ذاتية يعني كأنها سيرة ذاتية وأنا ملام وأنا متورط ولولا شعوري بالذنب ربما لم أكتب العمل، فأنا عارف عيوبي وخليت هوزي يتكلم فيها يعني من 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 باب العارف، وحاول قدر الإمكان إنه القارئ يتقبل. يعني كثير كثير أكثر اللوم جاء على ساق البامبو بأن شخصية مضطهدة بهذه الطريقة من غير يعني غير المبرر إنه يكون بهذا اللطف. هذه مسألتين لأن البني آدم اللي قدامك لطيف وليس صدامي أبدا، لا يعني أنا لست صدامي، شكرا، أقصد لطيف في التعامل، أنا لست صدامي وحتى في البيت بس أني في فئران المحظف ربما والله لا أدري، أقصد يعني أنا ممكن أخذ حتى في البيت أخذ ما أريد بالكلمة الطيبة في النصب والاحتيال شوية. هناك من يرى أنه الصدام وال يعني أن تكون متمرد بقوة وقد يكون مجدي، بس مش معي أنا، لذلك لن تجد معي تلك الشخصيات الصدامية. فجبت لك هوزيه من دوزة، هذا البسيط الولد اللي ورطتك فيه خليتك تحبه على مدار 200 صفحة وهو بالفلبين ويبيع موز وما أعرف شو يسوي، بعد خلاص حبيتني أنت الحين تعال اسمع يا ابن الذين أنت كذا وكذا طبعا. فبعد ما ضمنت أنه القارئ تعاطف معه ضمنت أن القارئ مستعد لأن يسمع الانتقاد،
بس تخيل اني ابدا بهوزي من دوزه من اول ما اوصل الكويت انتم كذا انتم كذا، القارئ راح يترك الروايه وانا ليس هدفي يعني تنظير بتكون فقط يعني. بالضبط يعني. نعم. وفي فئران ام حصه ربما تكون فيها نوع شويه من التمرد على السائد، لكن لا اتصور انه في ذاك التمرد او 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 النفس الصلب او النفس القوي. هو التمرد في انك قلت ما لم يستطع غيرك قوله، يعني هذا السياق اللي نتحدث فيه. والله يستطيعون. يستطيع الكل ان يقول. وفي عملك الاخير يعني وشايه فيه حمام الدار. عاد حمام الدار تجربه مغايره، يعني انا كنت يعني اتضايق اذا كاتب قال انا اكتب لنفسي. اكتب لنفسك لا تنشر اذا تكتب لنفسك، لكن فعلا فيها جزء كان في تحدي لنفسي. انا اردت ان اجرب لون مغاير، يعني النسبة الأقل حبت العمل، النسبة الأكبر لم تحب العمل، شافت أنه في صعوبة وفي فرد عضلات وما إلى ذلك، رغم أنه ما كان فرد عضلات أبدا. أنا تورطت في الموضوع، كان موضوع بسيط جدا لكن تطور، ويعني كانت فكرة فقد أنه ولد يفقد التوأم أولاده الاثنين، والحمامة اللي في على الشباك تذكره بموقفه، هو هرب ما استطاع أن ينقذ أبنائه ولما وسابهم وهرب، والحمامة اللي على دكة النافذة كانت دائما من يفتح النافذة تترك البيضتين أو الفرخين وتطير، فصار عداء بينه وبينها لأنه هو يكره نفسه بهذه البساطة. بعدين الموضوع يأخذك إلى عد الإيمانيات، يأخذك إلى الموضوع، يعني أنت تعرف الـ 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 الأبواب اللي تخوض فيها الموضوع، بس لا تعرف أنا أتصور لا تعرف الطرق، أنا أعرف من أين سأبدأ ومن أين سأنتهي والمحطات التي في المنتصف، أما بين كل محطة كيف سأصل. حتى أثناء الكتابة أنا أنظر، طبعا أنا أتكلم عن تجربتي أنا، لا أني كثير من الأمور أكتشفها أثناء العمل، وحمام الدار يعني أخذتني إلى منطقة بعيدة. عمل المقبل راح يكون مغاير، لا يعني مغاير مش شرط جديد، يعني مغاير ممكن ردة يعني على 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 ما قبل حمام الدار. نعم ننتظر إن شاء الله. نعم. يعني صديقي وأخي سعود، ده رايحك انه خلصنا من الجزء الاول فقط. انت مقدور عليك نص ساعه، فارتاح له.